إذا أهلا وسهلا المتتبع، أنا شفت في هذا البث المباشر هنا مباشرة من ملعب صنية الرمل كما كتتابعوا معنا متابعي قناة شوف تي في من خلال هذه الصور التي تأتيكم الآن. فقبل قليل يعني مع بداية الشوط الأول فكان الباش الخاص بالألترا ديال البركان فكان حاضر، وكذلك الجماهير فكانت كتشجع الفريق ديالها، ولكن كما كنشاهدوا الآن فهي كتحاول الخروج من الملعب وكاعية بسبب يعني عدم تمكن أو إخراج بعض الجماهير اللي جات وتكبدت على الصفا. يعني الجماهير البركانية فهي بعد ما كانت كتشجع الفريق ديالها بطريقة عادية فهي يعني مع نهاية المقابلة فهي دخلت بعض المناوشات، والآن فهي تهم بمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الثاني أو قبل نهاية المقابلة. متتبعي قناة شفتي هذه الأجواء بطبيعة الحال كما كتشاهدوا، فاليوم يمكن نقولوا ما بين 100 حتى 80 أو 120 مشجع اللي جاء من مدينة بركان من أجل يعني تشجيع الفريق ديالو. يعني حسب بعض المعلومات اللي وصلتنا وهو أنه تم إخراج بعض الجماهير اللي تنقلت من أجل تشجيع الفريق ديالها، وكاين اللي كيقول بأن بعض الجماهير يعني بركان ما تمكنتش من أنها تولج للملعب، وكما كتشاهدوا فالجماهير ديال مدينة بركان فهي كتحاول أنها تخرج من الملعب قبل نهاية المقابلة. طبيعة الحال فالأمن ما غادي يخليهمش أنهم يغادروا الملعب يعني تحسبا تعرضهم لأي اعتداءات، فمعروف أن الجماهير اللي كتكون ضيفة فهي كتبقى في الملعب حتى يعني كيخرج الجماهير اللي كتستضيف المقابلات، يعني من بعد واحد المدة من الزمن عاد كيتنقل الجماهير اللي جات من خارج المدن بأنها يعني خرج من الملعب. إذا كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر، فقبل قليل يعني مع بداية الشوط الأول ف يعني الجماهير ديال البركانية فهي كانت حاضرة بالباش ديالها، ولكن للأسف فهي سحبت الباش ديالها، وبالتالي فهي تهم باش أنها تخرج من أرضية الملعب، عفوا من مدرجات الملعب. السلطات الأمنية في طبيعة الحال فما عاد تخليهاش تخرج، ما كنعرفوا يعني الترتيبات الأمنية أنها ما كتسمحش يعني الجماهير الضيفة أنها تخرج قبل الجماهير المستضيفة. كما قلنا فمع بداية المقابلة فكانوا حوالي 20 أو 30 يعني مشجعي فريق نهضة بركان، ومع توالي دقائق المقابلة بدا كيتزاد العدد، وشنا يعني الباش الخاص بالألترا اللي كتشجع نهضة بركان، وكذلك شنا الباندات يعني اللي كيعبروا على اللون وعلى الألوان ديال فريق المغرب التطواني حاضرين، ولكن مع توالي الدقائق كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في يعني في يعني قبل بداية يعني يعني قبل نهاية الشوط الثاني، ف كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في قبل نهاية الشوط الثاني فالجماهير ديال بركان فهي تحاول أن تغادر أرضية الميل. يعني حسب المعلومات اللي وصلتنا فإن تم إخراج بعض الجماهير ديال نهضة بركان من مدرجات الملعب، وكاين اللي كيقول بأن بعض الجماهير محسوبة على نهضة بركان فهي ما قدرتش أنها تولج الملعب كما كتشاهدوا، فهي الطبول المخصصة لتشجيع فهي يعني المشهد مؤسف أننا شاهدوا جماهير يعني تكبدت على السفر باش تجي لمدينة تطوان باش انها تشجع الفريق ديالها. فنتمنوا انها ترجع باش تشجع الفريق ديالها كما كتشاهدوا، فمحاولات يعني من الجماهير ديال بركان انها تخرج من الملعب و
أكيد أن السلطات ما غادي تسمحلاش بأنها تخرج يعني الترتيبات الأمنية. يعني صارمة أن الفريق الضيف فما يمكنلوش أنه يغادر الملعب حتى تنتهي المقابلة وتغادر الجماهير المستضيفة. كما كتشاهدوا فالجماهير ديال نهضة بركان متتبعة أنا تشوف تي في لا زالت تحاول أنها تخرج من الملعب. طبيعة الحال فهي كاعية على الوضع كما قلنا قبل قليل فكان البش الحاضر ديال الألترا اللي كتشجع يعني نهضة بركان الآن تم الإزالة ديالو كما تم إزالة بعض الباندات باللون الأسود اللي كتمثل الشعار ديال فريق نهضة بركان متتبعة أنا تشوف تي في. اليوم يعني ملعب صنيطرة الملفك يشهد رياح الآن هذه الرياح هي كتلعب لصالح نهضة بركان ضد فريق المغرب التطواني خلال هذه الجولة الثانية. يعني المغرب التطواني غادي يلقى صعوبة كبيرة باش أنه يوصل للمرمى فريق نهضة بركان بينما الرياح فهي غادي تساعد فريق نهضة بركان أنه يوصل. لي مرمى المغرب التطواني يعني الرياح غادي تساعدو كما كتشاهدو فقبل قليل فكانت محاولة سهلة للاعب فريق المغرب التطواني أنه يعني يبعد الكرة لكن الرياح تثبت أنه يعني الكرة تتحرج بين الأرجل ديالو تخرج ركنية. بطبيعة الحال فهاد الركنية فهي خطيرة خصوصا وأن الكرة كتدفع الرياح نحو شباك حارس فريق المغرب التطواني يحيى الفيلان. متتبعي قناة شوف تي في فلا زالت الجماهير ديال نهضة بركان تحاول الخروج من الملعب. طبيعة الحال فالسبب هو يعني حسب ما بعض اكدت بعض المصادر وهو انه تم اخراج بعض الجماهير المحسوبة على نهضة بركان خارج الملعب. وكل يقول بان you
كما قلنا متتبعي قناه شوف تي في، فالجماهير ديال نهضه بركان فهي كاعيه على الوضع، وكما كنشاهدوا فهي كانت يعني خلال الجوله الاولى فهي كانت كتشجع الفريق ديالها، ولكن خلال هذه الجوله الثانيه يعني ما قامتش بالتشجيع ديال الفريق ديالها نهائيا. بطبيعه الحال فهي لا زالت تحاول انها تخرج من مدرجات ملعب صنيه الرمل. طبيعه الحال فهي كاعيه على الوضع، وطبيعه الحال فبعض المصادر قالت بان بعض الجماهير المحسوبه على نهضه بركان فتم الاخراج ديالو، كاين اللي كيقول بان الجماهير فما يعني ما تمكنتش من انها تدخل للملعب، يعني اخبار متداوله لحدود الان يعني ما عارفين شنو هو السبب الحقيقي يعني وراء يعني باش ان الجماهير ديال نهضه بركان انها تجمع الباش ديالها، وكذلك ما تبقاش تشجع الفريق ديالها، وكذلك يعني انها لحدود الان تواصل انها باغيه تخرج من مدرجات ملعب صنيه الرمل.